نروح لموضوع تاني، وهو موضوع أيضا مهم جدا بيشغل بال المواطنين، بيشغلهم على مواقع السوشيال ميديا وبيشغلهم كمان في البيوت، موضوع بقى بره غزة وموضوع بره إسرائيل وموضوع بره كل هذا الأمر. وبعد ما كان المصريين مهتمين بموضوع السكر والأزمة اللي فيه واللي كانت في أسعاره، لقينا أزمة جديدة بدأت يعني تظهر وهي سعر البصل. الأزمة دي وصلت للبرلمان، والنائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل تقدم بطلب إحاطة عن زيادة سعر البصل وغلائه بشكل مبالغ فيه. طيب ده تحرك برلماني. نقابة الفلاحين طيب عملت إيه أو قالت إيه؟ الحمد لله برضو نقابة الفلاحين خرجت وطمنتنا، وشفنا الحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين قال أنه متوقع انخفاض أسعار البصل خلال أسابيع قليلة، وده بسبب زيادة المعروض منه، ولأنه هيظهر محصول البصل نوع من أنواع البصل هيظهر في يناير وفبراير، بالتالي هذا المحصول ممكن يخفف الأزمة. طيب التجار فين؟ الأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة برضو قال أن سعر البصل هيستمر في الصعود حتى أبريل القادم، ودي الثلاث آراء أو الثلاث زوايا اللي في هذا الموضوع. ولكن خلونا نسمع أكتر من الأطراف المختلفة. إحنا معانا حاليا هاتفيا النائب عبد المنعم إمام، ومعانا كمان نقيب الفلاحين الحاج حسين أبو صدام، ومعانا كمان الأستاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة. أهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا بحضرتك. خلونا نبدأ من النائب عبد المنعم إمام، وبعد طلب الإحاطة اللي حضرتك قدمته إيه اللي حصل؟ يعني هو طلب الإحاطة عمل ردود أفعال، وطبعا المجلس ما زال لسه في حالة عدم انعقاد، فأنا منتظر يعني الانعقاد القادم للمجلس لمناقشة هذا الموضوع. القصة باختصار شديد وبوضوح، احنا امام سلعة او سلعتين اللي هما البصل والسكر. احنا بنتكلم عن سلع فيها وفرة، سلع احنا عندنا فيها اكتفاء ذاتي وبنصدر، وبالتالي لم يعد مفهوما لاحد انه ازاي يتم اختفاء السلع من السوق بهذا الشكل وانها تتعرض لتجارة سوداء، ويصل انه السكر اللي كنا بنشتريه ب 7 جنيه يبقى بارقام غير عادية وغير مسبوقة، والبصل اللي ب 3 جنيه يوصل النهارده ل 35 و40 جنيه. ولما نيجي نبص هذه المساله، ويمكن يعني الافاضل المحترمين الاصدقاء الاعزاء اللي موجودين معانا عارفين يعني الفلاحين ما بيأثروش في هذه المساله، الانتاج موجود، المشكله دايما في الوسيط، وده اللي خلاني وجهت طلب احط لوزير التموين انه اذا كان الفلاح النهارده ب 15 جنيه بيبقى بالنسبه له البصل مربح، فالفرق بقى ما بين ال 15 جنيه ل 35 ده فرق له علاقه بالوسيط، الوسيط هنا بقى اللي هو وزاره التموين ومدى قدرتها على ضبط المنافذ، مدى قدرتها على انها تشوف المنافذ اللي بتبيعها وتوقف التجاره السوداء دي، خاصه ان احنا بنتكلم عن سلع زي البصل في صعوبه اصلا في تخزينها لفترات طويله. وبالتالي انت المساله النهارده بوضوح شديد ده في مشكله كبيره، ولما نيجي نقول انه اصل مشكله الناس صدرت، طيب انت كحكومه مفترض انك عندك علم بان انت قدام ازمه وانه ده هيحصل، سعر مثلا بره زاد فانا الناس هتبتدي تصدر فده هيأثر، المفروض ان انا من بدري كنت اخد اجراءاتي من 3 4 شهور من ساعه ما عرفت ان انا عندي ازمه، وحتى في لقاء سابق كان فيه ممثل وزاره الزراعه، الوزراء عارفين انه هيبقى عندنا ازمه كمان 3 4 شهور، المفروض انهم قعدوا يبحثوا هذا الملف في 3 4 شهور فتاخروا في القرار لحد ما بقى عندنا ازمه في الشارع. وبالتالي السؤال المهم جدا هي وزاره التموين بتعمل ايه؟ هو مدى دورها في ضبط الاسواق وفي توفير السلع الاساسيه للناس؟ احنا بنتكلم عن الامن الغذائي للمصريين، مش بنتكلم عن حاجه بسيطه، ومش بنتكلم عن القمح اللي انا بستورده، انا بتكلم عن سلع احنا عندنا وفره في زراعتها ووفره في انتاجها وبنصدر فقط. وبالتالي المساله هنا بوضوح بشكل واضح جدا هناك تقصير ومسؤوليه سياسيه على وزير التموين، على وزاره التموين في عدم رقابه اسواق المصريين، بيعانوا بشكل كبير جدا في اسعار كل شيء، مش معقوله كمان هاجي على السلع اللي انا بنتجها بوفره وكمان اعمل فيها ازمه، كفايه على المصريين اللي بيعانوه في كل حاجه وفي كل مجالات الحياه اللي بتزيد عليهم بارقام غير عاديه.